Le morning de Momo. Sbal 11. 7h, 11h sur Hit Radio. اصبح برينان ونفو روندر اوماج اصبح المدي فاريا اللي مات البارح الله يرحمه غادي يدفن اليوم من بعد صلاه الظهر. المدي فاريا اللي حضر شوف دابا شوف سبحان الله العظيم اللي حضر الماتش ديال ليكيب ناسيونال ديال 90 مع الريال اللي دارت الجبال اللي فات كنا نهضر عليها نهار اثنين اللي قبل من الماتش مع الروسي مع الحداوي مع عبد الواحد الشمامي. شمامي صباح الخير. صباح الخير مومو. لاباس عليك اخويا؟ بخير بخير الحمد لله. مرحبا عبد الواحد الشمامي، كنت انت معنا على قبل الماتش ديال المنتخب ديال 90 وديال ريال مدريد اللي تلعب في طنجه الجمعه اللي فاتت. كنا هضرنا بانه مدي فاريا غيحضر الله يرحمه غيحضر معكم يحضر معكم شفتيه تلاقيتي معاه تلاقيتو معاه كان يطلب منك بنته جات عندك نهار الجمعه شنو طلبات منك عبد الواحد الشمامي؟ طبعا لانه ملي سالينا المقابله وجينا للوطيل وتعشينا وداكشي وبغينا نوض نعسو جات عندي بنته قالت لي يا ودي شوف قول للروسي والدراري بغى بابا يتصور معاهم كاملين. وبالفعل يعني جمعنا كاملين وتصورنا معاه وحسينا به بانه فرحان بزاف وحاس بشي هذاك الاحساس اللي عنده كانت يبان لي في وجهه. يعني حتى الانسان تغير من لانه باش نعرفوا انه واش يمشي لطنجه من الرباط لطنجه يعني كان مريض هو كان مريض وذلك تحمل الطريق ومشى وجا وصل وهضرت مع ولده وداك الشيء قلت له ياك عيان وداك الشيء قال لي راه عيان وسميتو وجلس وخلى وبغى يجلس معنا وفعلا جلس معنا وتغدى معنا من بعد مشى للمقابله راك شفتو لومبيونس اللي كانت في المقابله شفتو الناس كيفاش تيتعاملوا معاه كيفاش تعاملوا معاه كذلك في الوطيل يعني كان واحد لومبيونس كبير بزاف وعطاه واحد الاهتمام لانه تيستاهل هاد المدرب هذا. ولكن انا دائما ما تنبغيش نهضر عليه كمدرب لانه التاريخ كل شيء كيعرف التاريخ ديال 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 فاريا ولكن كنبغي نهضر عليه انا كانسان لانه في الحقيقه اللي ما تلقاش مع فاريا وما عرفش هذيك الانسان الحقيقه واحد الانسان كبير تتحس به بانه باك تتحس به بانه خوك كبير. انت دربك في الجيش انت ياك شمامي؟ بالفعل دربني في الجيش لانه هو انا لقيته قبل لانه هو في 83 كان في فريق الجيش وملي جيت انا في 86 يعني بدات العلاقه مع في الاول يلا البدايه تتعرف اي لاعب اللي كيبغي يبدا في الفريق تلقى مشاكل ولكن مع فريق ما عمري ما لقيت المشاكل كيساعدك حتى ماديا لانه باقي كاع انا باقي كاع ما بديتش في الفرقه كنلعب تيتولير كان كيساعدنا ماديا الا عند شي واحد عنده شي مشكل لا بريم كيعطيه قبل المقابله باش ديما تبقى نتايا تبقى سميتو يعني مزيان ويحمسك وهذا ماشي غير مع اللاعبين حتى مع الجماهير حتى مع الناس ديال 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 برا. انا ديرنيير مونت تنهضروا على سميتو البارح المدام ديالي قالت لي ما ننساش بانه كانت مع صاحبتها فسميتو خلص عليهم مراده كانوا تيترينيو عاوتاني نزها بدوان عيطات لي قالت لي علاش ما تقول ليش فارير ما تقول لي ودي راه ما لقيتش الوقت قالت لي انا يا هذاك السيد ما ننساش واحد الامر سميتو قالت لي ملي كنت يلاه في البدايه ديالي كنا كنترينيو مع المولاي رشيد وداك الشيء وكنت مريضه بالحلاقم وسول عليا وقال له فين هي هذيك البنت هذيك الساعه باقا ما بانتش نزها بدوان فين هي هذيك البنت ومشى شرى لها الدواء. يعني سيدي بتي جيست كوم سا عبد الواحد الشبابي وانت هادشي ما كتقولوش حيت مات حيت مرات كيبداو يهضروا على واحد مزيان ذكر امواتكم بالخير واكيد هادشي بصح مدي فاريا صافي حنا ما عرفناش بزاف على حسب السن ولكن مدي فاريا سمعنا عليه الوالدين ديالنا كيهضروا كيقولوا مدي فاريا دوك كان اول مدرب اللي كان وصل المغرب في 86 اول فرقه افريقيه واول فرقه عربيه اللي داز دوزيام تور ديال لا كوب دو موند. اوماج ليه صباح الله يرحمه ويوسع عليه. عبد الواحد الشمامي اللي تقول عليه احسن سوفنير عندك مع مدي فاريا باش نترحموا ليه الصباح احسن حاجه تقدر تقول عليها عبد الواحد الشمامي شنو هي؟ صح
الحقيقه راه كاين بزاف ديال لي سوفينير غير هو لانه انا بعد عندي معاه واحد سوفينير لانه كان واحد المره كان غادي سميتو قال لي باش تلعب مع الكبار وانا كنت نلعب مع الجينيور والجينيور كان جورفا هو اللي كان سميتو هو اللي كان شاد المدرب ديال الجينيور قال لي اودي راه يطلع غادي يمشي يلعب معايا قال لي جورفان لا ما سميتو تناقشوا ويضربوا بكروشي قال لي اودي تضرب الاخر فاريا ضرب جورفان كروشي قال لي اودي هذا غادي يمشي يلعب معايا لانه جورفان كان حيت انا اللاعب الكبير في هذاك الجونيور وباغيني نكون معاه وهذاك باغيني والاخر باغيني وضربوا ولكن ضربوا ماشي هذا يعني سميتو ولكن الانسان اللي كان ديما بعد اولا كيعاون الدراري اللي طالعين كيعاون كل شيء الله يرحمه خويا الله يرحمه والله يقوي من مثاله الله يقوي من مثاله ولكن راه مات فاريا وباقي وليداته ان شاء الله يعني راه وليداته راه هو راه خصنا نشوفوا جيت وليداته واخا خويا وليداتو كاين يسويك فريق كاين اللي نتوما اللي لعبتو اللي دربكم اللي عرفتو اللي تعرفتو عليه واللي عشتو معاه شكرا لك هاد واحد الشبابي شكرا اخويا ترافاسك بزاف شكرا للجميع التقنيين والمستمعين ديال إيت راديو